هذا درس الاصحاب. انا معاك باش نشوفك ولا نشوفك. هذا درس الاصحاب القناه، اصحاب كل واحد كيفتح حساب وامي، لكل واحد كيشوع عباد الله. اليوم هذا درس القضاء المغربي قال الكلمه ديالو. كنت سبق لي كما قلت ان القضاء المغربي كان في امتحان عسير، اليوم القضاء المغربي انصفنا وانصف كل الناس. شكرا للقضاء المغربي. واش غادي تسالتي الحكم؟ شوف انا نحتاج بها نصفك، ماشي 100% ولكن تعتبر ردت اعتبار، لان احنا كضحايا. واش غادي تسالفي الحكم؟ بيان سور غادي نستالفو الحكم. كيفاش تشوفوا العقوبات؟ كيفاش اختي؟ يعني كيفاش تشوفوا مدة العقوبات؟ شوفي هو اللهم لا شماتة، انا تنشوف ان سنتين سجن نافذة قليلة في حقهم، قليلة في ديك العصابة الإجرامية، قليلة جدا 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 في ديك العصابة الإجرامية. إنما شفات غليلنا، إنما أنه يكفي أنه ما كانش البراءة، يكفي أنه ما خدوش البراءة، أنهم تدانوا في حكم رسمي تنطق به، سنتين، خمس سنين، عشر سنين، المهم أنهم أخذوا حكم، هذا هو المهم عندي أنايا، ما كتهمنيش شحال ياخذوا، عامين، ثلاث سنين، عشر سنين، ما كيهمنيش، المهم أنه تنفذ في حقهم حكم، هذا هو المهم. شكرا أختي سميرة، شكرا.